السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية. كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير. اليوم راح أعلمكم كيف تعملون قهوة تركي أو التركش كوفي. طبعا المواد اللي راحين تعملونها منها بسيطة جدا، ولكن كيف إنك تعملها على معيارية موزونة بحيث إنك تشرب فنجان قهوة رائع ومميز، أفضل من إنك تشربه برا يكون أحيانا الطعم مختلف بين كل مرة ومرة، أو إنه يكون السعر مبالغ فيه. كيف إنك تعمله بالبيت بجودة أحسن من الكافيهات والمطاعم اللي برا. المواد طبعا كلها بسيطة، راح نحتاج الفنجان وراح نحتاج القهوة تركي وتكون فاتحة، أنا أحب البن الفاتح، ونحتاج السكر حسب الرغبة. تمام، وراح نحتاج اللي نحط بالقهوة التركي الكنكة. بس الآن راح نبدأ نحط المي على حسب مقدار الفنجان. صب الآن الفنجان، يفضل المي اللي نصبه بالفنجان يكون ماء بارد، ما يكون مي ساخن، عشان نترك القهوة تاخذ كمية سخونة على نار هادية بحيث انه يطلع مذاق القهوة جدا مميز وجميل. ونصبها في العبوة. بعد كذا راحين نحط القهوة التركي، راح نحط ملعقتين نفس الحجم هذا مثل كذا، وطبعا السكر حسب الرغبة، أنا أحب أحط يعني نص ملعقة حسب رغبتكم. طبعا اذا انك تبغاها قهوة سادة راح تكون بدون سكر، اذا انك تبغاها قهوة على الريحة راح تكون يعني نص ملعقة سكر، اذا تبغاها مزبوط ملعقة ونص، اذا تبغاها زيادة ملعقتين. انا راح احط نص ملعقة بالطريقة هذه، وطبعا ما راح نقلبها نهائي، راح نتركها زي كذا وراح نسخنها على نار هادية، وراح المواد من حالها اللي هي القهوة والسكر راح ينزلن في الأسفل عشان يكونن كريم على الوجه القهوة، وراح يكون بإذن الله طعمها مميز. وهالحين راح أوريكم. طيب الآن أنا توي حطيتها على النار، وراح نشوف كيف إن المواد في القهوة راح تدخل من حالها من غير أي تقليب، راح تدخل جوا المي ونشوف. طبعا نغليها على نار هادية زي ما انتم شايفين، تكون النار على اهدى ما يمكن، لو بعد نقدر نخفضها اكثر من كذا نخفضها. لاحظ الان القهوة بدأت تدخل داخل المي هي والسكر، شوف بالكامل ادخلت من حالها من غير اي تقليب، هي راح تتقلب لحالها على نار هادية، وراح نشوف الان. طبعا الآن بدأت تطلع رائحة القهوة، بدأ المي يعني شوي يسخن وبدأت راح تطلع رائحة القهوة، وراح تكون مميزة بإذن الله. أول ما تطلع رائحة القهوة وتبين فأعرف بإذن الله أن قهوتك راح تكون مميزة جدا. الآن راح أرجع لكم أول ما تقرب أنها خلاص تغلي وتكتمل، راح أرجع لكم بإذن الله. الآن لو نلاحظ القهوة خلاص بدأت تغلي، مجرد ما نمسكها من هنا راح نلاقي انها قاعدة تغلي من الأسفل، من أسفل القهوة، من أسفل الكنكة عفوا، فراح نلقاها انها راح تغلي خلاص، راح لازم نكون بجنبها بحيث اننا على طول نطفيها قبل لا تغلي نهائيا، عشان ما نفقد الوجه اللي على القهوة، لأن هذا يكون جدا مميز للقهوة. طبعا المدة اللي تاخذها القهوة ما راح تاخذ مدة طويلة، عشان ما حد يزهق ويقول لا انا راح اوقف على القهوة وكذا، لا يعني هي بالكثير دقيقة ونص بالكثير تكون القهوة خلصتها بالكامل، فالموضوع سهل وبسيط وجدا جميل. الان كذا خلاص راح نطفي عليها يعني، لان خلاص بدأت تغلي، ما عشان ما نفقد الوجه راح نلغيها، راح على طول نسكر النار عليها بالطريقة هذه. طيب ونيجي الآن لمرحلة صب القهوة بعد ما خلصناها هذه القهوة،
ونصبها الآن. بسم الله. الصب يكون شوي شوي بحيث انك ما تفقد الكريمة اللي على وجه القهوة. وبالطريقة هذه تكون انت عملت فنجان قهوة مظبوط جدا جدا ورائع ومميز، وايضا رائحته جدا مميزة. وشوفوها لو تلاحظون، شوف كمية الكريمة اللي على الوجه، لو تلاحظون شوف كيف فنجان جدا مميز وجدا رائع. وممكن بعد انك تعمل يعني شيء جميل معه، تضيف قطعة حلوى، يكون الموضوع جدا جميل، وتشرب فنجان قهوة رائع ومميز ومرة رايق، أفضل من كثير من الكافيهات وأوفر أيضا. ويعطيكم العافية، ولا تنسون تشتركون في قناتي، والله يوفقكم، وآسف جدا على التأخير، والله يوفقكم جميعا، وشكرا جزيلا لكم.